هنوصف بسرعة السنترال الباناسونيك اللي قدامنا كنموذج للسنترالات الباناسونيك، هي كلها ما بتختلفش عن بعضها، هي نفس شكل الكابينة. طبعا الكلام ده بالنسبة للسيريز بتاعت التي دي اي والتي دي اي، هي نفس الكابينة دي بالنسبة للتي دي اي او التي دي اي للمية او الميتين والستمية. الفرق ما بينهم بيبقى في عدد السلوتس، يعني الكابينة المية فيها 6 فري سلوتس، الكابينة الـ200 هيبقوا 11، الكابينة الـ600 سواء الـ A أو الـ E هيبقوا 10 فري سلوت. في ال TDA بيبقى ال CPU IP enabled، طبعا Central IP enabled، فالبرنامج بيبقى عن طريق مخرج USB. في ال IP Pure IP VPX بيبقى مخرجين RJ45 للبرنامج ولل maintenance. CPU دايما في كل الحالات موجود في كارت SD memory موجود عليه كل الداتا بتاعة السنترال. كارت السي بي يو طبعا موجود عليه مفتاح الريسيت، موجود عليه المفتاح اللي احنا استخدمناه المرة اللي فاتت في الانيشال سيتنج، وموجود عليه مخرج USB عشان بي سي بروجرامينج، ومخرج موجود عليه برضو مخرجين عشان اقدر اوصل عليهم اكسترنال ميوزك سورس لو انا مش عاجبني الميوزك سورس او عايز اغير الميوزك سورس الموجود على السنترال بيلت ان. او لو عايز اضيف اشتغل بالميوزك اون هولد دي في ظروف معينه وفي وقت معين واشتغل بالتانيين، المهم ان انا عندي امكانيه اضافه اكسترنال ميوزك سورس وعندي امكانيه اضافه اكسترنال امبليفاير واحط على الامبليفاير سماعات خارجيه هيستخدموا للنداء، ممكن انده من العدد المميزه، وممكن كمان ازيع اللي موجود مصدر الموسيقى الموجود هنا ازيعه على السماعات.